برحب بيك طبعا يا كابتن، كابتن ايمن شوقي، وبرحب بضيوفك الكرام كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، الكابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وقبل انطلاق مباراه الاهلي وسيراميكا، زي ما اتكلمنا كابتن ايمن في المره الاولى عن النادي الاهلي ومستر مارسيل كولر هيرجع ليه التشكيل الرئيسي يلعب بيها هذه المباراه، وده اللي لمسناه من الفريق سواء في تدريبه الاخير او النهارده في مقر اقامه فريق النادي الاهلي. وده بالفعل اللي يعني اللي شفناه مع اعلان تشكيل النادي الاهلي، رجع مستر مارسيل كولر للتشكيل الرئيسي اللي يعني رجع بعض اللعيبه اللي كان ما لعبتش مباراه المباراه الاخيره امام طلائع الجيش. وبالتالي مستر مارسيل كولر اكد على اللاعبين النهارده ضروري التجنب الاصابات والالتحامات ان شاء الله، ولكن اكد ايضا على اهميه هذه المباراه. نقطه مهمه جدا لمسناها لدى وصولنا طبعا للاستاد القاهره، ويعني نزول اللاعبين وبدايه فتره الاحماء، وايضا نزول حراس مرمى النادي الاهلي. يعني انت عارف يا كابتن ايمن طبعا ومعاك كباتننا الكبار ان التنافس بيكون على مدار ال 90 دقيقه، لكن دايما بنرسخ وبنرصد الحالات الروح الطيبه. يعني مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي وحمزه علاء ومصطفى مخلوف لدى نزولهم لاجراء عمليات الاحماء، توجه ليهم الكابتن ايمن طاهر المدرب حراس المرمى بنادي سيراميكا، وايضا محمد بسام وعامر عامر، وتوجهوا لمصطفى شوبير، واحتضن الكابتن ايمن طاهر مصطفى شوبير يعني البضع دقائق اتكلم معاه، ويعني حفزه على يعني وجوده كحارس مرمى في النادي الاهلي طبعا، وامتداد للحراس العظام في النادي الاهلي. ودي دايما الامور اللي احنا بناكد عليها بعيدا عن ال 90 دقيقه، لكن امور مهمه جدا، وده اللي احنا دايما بنلمسه ولازم نشيد بيه. مستر مارسيل كولر، اللعيبه الجماهير نادت على مستر مارسيل كولر وتوجه للجماهير اللي طلبت بالدوري يا اهلي، النداء المهم جدا. محدش بيتكلم خالص دلوقتي على مباراه الوداد او بطوله افريقيا، الجميع بينادي النهارده الدوري الاهلي. لعيبه النهارده التركيز اللي احنا لامسينه من التدريب بالامس من مقر اقامه الفريق النهارده ثم الوصول الى الملعب، الجميع مركز النهارده تركيز تام في مباراه سيراميكا، واحده من المحطات الصعبه جدا والمهمه للنادي الاهلي. زي ما انت عارف يا كابتن ايمن النادي الاهلي بيتبقى له ان شاء الله 17 نقطه من اجل التتويج رسميا ببطل الدرع الدوري هذا الموسم. ان شاء الله النهارده يحصل على 3 نقاط ان شاء الله يكونوا مهمين جدا في مشوار النادي الاهلي اللي احنا بنقوله بنأكد عليه. يعني اكيد كباتننا الكبار استفادوا في هذه الامور الفنيه، ان النهارده مستر مارسيل كولر اكد عدم الانشغال طبعا وعدم فتح اي حديث عن مباراه الوداد الا بعد الانتهاء من مباراه سيراميكا. كل التوفيق طبعا لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. ده انا اللي موجود معاك يا فاروق. يعني انت قلت كل حاجه ما شاء الله، بس عايز اطمن على الجماهير والحضور الجماهيري. يعني خليني اقول لك ان النهارده التجول الجماهير يعني بتتكلم في 5000 او اكثر، يعني شايفين الحماس. وبالمناسبه برضو يا كابتن ايمن وان حضرتك فتحت هذا الامر، تم السماح للجماهير بدخول ادوات التشجيع مع الجماهير، ودي امور مهمه جدا. انت عارف طبعا امور محتاجين الجمهور طبعا قبل مباراه الوداد، المباراه مهمه جدا وفارقه في يعني في تتويج النادي الاهلي ان شاء الله بالبطوله الافريقيه. اللي احنا شايفينه من الجماهير والحماس اللي عند الجماهير الممتد للاعبين في ارض الملعب، نتمنى استمراره طبعا لمباراه الوداد القادمه، التزام للجمهور طبعا. مجلس اداره النادي الاهلي بيسعى وبيبذل كل المجهود من اجل وجود الجمهور طبعا، وانه يكون موجود بالساعه الرسميه الكامله في استاد القاهره طبعا للمباراه القادمه امام الوداد. لكن من المشهد اللي احنا شايفينه النهارده التزام الجمهور، الجميع بيتكاتف خلف النادي الاهلي، اعتقد ان شاء الله يكون الادع. حضرتك سامع معانا صوت الجمهور وتشجيع الجمهور، ان شاء الله يمتد ويفضل. يعني انت عارف قيمه جمهور النادي الاهلي بالنسبه لنا هي يعني بتبقى كلمه السر في كل البطولات يا كابتن.